السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الثامن؟ اليوم إن شاء الله راح نتناول درس القراءة اللي هو بعنوان من كتاب الأيام. طبعا اللي في الصورة أمامنا هو طه حسين، أكيد سمعتوا فيه، وهو أديب عربي. طبعا طه حسين فقد بصره وهو طفل صغير، إلا أنه تحدى ذلك عن طريق المثابرة والإيمان حتى استحق لقب عميد الأدب العربي. الآن طه حسين في كتابه الأيام، طبعا كتاب الأيام بتكون من 3 أجزاء، اللي بتحدث عنه هون مأخوذ من الجزء الأول اللي هو راح نقرأه. تحدث فيه عن طفولته وعن معاناته من فقده للبصر، وكيف كان أنه أفراد أسرته بتعاملوا معه بما أنه فاقد لبصره. وفي الأخير بتحدث لنا عن حادثة المائدة وكيف أنها أحدثت تغيير كبير في حياته. الآن راح نشوف كيف طه حسين تغلب على فقده للبصر. طبعا هذه الأحداث مأخوذة من الجزء الأول اللي هي من كتاب الأيام. خلينا نقرأ جزء جزء ونوضح المعاني الصعبة. من كتاب الأيام: كان سابع 13 من أبناء أبيه، وخامس 11 من أشقائه، وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتاز به بين إخوته وأخواته. الآن طه حسين كان ترتيبه السابع من 13 من أبناء أبيه. كيف يعني أبناء أبيه؟ يعني إخوته من الأب فقط. ترتيبه 7 من 13، إخوته من أبناء أبيه عددهم 13، هو كان السابع. الآن بالنسبة للأشقاء اللي هم من الأم والأب، يعني أشقائه من الأم ومن الأب، كان ترتيبه 5 11. إذن عدد أشقائه من الأم وأبوه 11، وعدد إخوته اللي هم من أبناء أبيه فقط اللي هم إيش؟ 13. الآن ترتيبه هون السابع وهون ترتيبه إيش؟ الخامس. إذا هون بتحدث لنا عن ترتيبه بين إخوته اللي هم من أبناء أبيه فقط وأشقائه اللي هم من الأم والأب، يعني بيختلف أبناء الأب بس إخوته من الأب، أما الأشقاء من الأم والأب. إذا كان ترتيبه السابع من 13 من أبناء أبيه والخامس من 11 من أشقائه اللي هم من الأم ومن الأب. وكان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتاز به بين إخوته وأخواته، إنه في له مكانة بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال. طيب الآن رح نكتب معنا أشقائه. خلينا نميز بين أبناء أبيه وأشقائه. أبناء أبيه يعني إخوته من الأب فقط، من الأب فقط. أما الأشقاء لهم إخوته من أمه وأبيه. طب إذا الفكرة اللي راح نحطها هون، تحدثنا طه حسين عن ترتيبه بين إخوته من أبناء أبيه وإخوته من أشقائه. ترتيبه طه حسين بين إخوته من أبناء أبيه وإخوته من أشقائه اللي هو إخوته من الأم والأب. أكان هذا المكان يرضيه؟ أكان يؤذيه؟ الحق أنه لا يتبين ذلك إلا في غموض وإبهام. الآن هذا المكان كان برضي طه حسين، هل كان يؤذيه؟ فين هون أسلوب استفهام، علامة ترقيم اللي هي علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. طبعا الهمزة هاي بسميها همزة ايش؟ همزة استفهام. في عندي هون تعمل اسلوب ايش؟ اسلوب استفهام. طيب هل كان هذا المكان يرضي طه حسين ام يؤذيه؟ الحق انه لا يتبين ذلك. ليش؟ لانه فاقد للبصر. الصحيح انه طه حسين ما تبين ولا عرف انه هذا المكان يرضيه ام يؤذيه الا في غموض وابهام. معنى ابهام اللي هو غموض، لانه فاقد لايش؟ فاقد للبصر. والحق انه لا يستطيع الان ان يحكم في ذلك حكما صادقا.
كان يحس من أمه رحمة ورأفة، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له، ولكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه شيئا من الإهمال أحيانا ومن الغلظة أحيانا أخرى، وكان يجد إلى جانب هذا اللين والرفق من أبيه شيئا من الإهمال أيضا والازورار من وقت إلى وقت. طبعا حكينا أنه طه حسين ما قدر يعرف أنه هذا المكان يرضيه أم يؤذيه لأنه كان فاقد للبصر. الآن رح نشوف كيف كان أفراد أسرته بيعاملوه بوصفه فاقدا للبصر. والحق أنه لا يستطيع الآن أن يحكم في ذلك حكما صادقا، ما بيقدر يعطينا حكم صادق. الآن بتكلم عن إحساسه لأنه فاقد من البصر، بحكي كان يحس، هو كان يحس، في عنده إحساس لأنه فاقد البصر، كان بيعتمد على الإحساس. كان يحس من أمه رحمة ورأفة، كان بحس من جانب الأم. خلينا نبدأ في الأم، من أفراد الأسرة كان بحس من جانب الأم الرحمة والرأفة. ما معنى رأفة؟ رأفة بمعنى عطفا. إذا من جانب الأم كان بحس بالرحمة وبالعطف. بالنسبة للأب، وكان يجد من أبيه لينا ورفقا، كمان من ناحية الأب كان بحس باللين والرفق. بالنسبة للإخوة، وكان يشعر من إخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم إليه. الآن بالنسبة لإخوته كان بلاحظ أنهم ماخذين حذرهم، في شيء من الاحتياط في تحدثهم إليه ومعاملتهم له، كانوا محتاطين يعني حذرين في التعامل معه. إذا معنى الاحتياط الحذر. يعني كانوا بيتحدثوا له بيتعاملوا معه بس بحذر واحتياط. ولكنه كان يجد إلى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب أمه. الآن طبعا طه حسين بحكي لنا أن أمه كانت بتعامله، كان بحس أنها بتعامله برحمة ورأفة، لكن بحس إلى جانب هاي الرحمة والرأفة في كمان إيش؟ في شيء من الإهمال أحيانا، يعني أحيانا كانت تهمله، يعني بتعامله برأفة ورحمة بس في بعض الأحيان كان بحس بشيء من الإهمال ومن الغلظة أحيانا أخرى. يعني مع انها كانت بتعامله برحمة ورأفة الا انه في بعض الاحيان كان في اهمال وكان في غلظة. شو يعني غلظة؟ الغلظة القسوة. الان بالنسبة للاب، وكان يجد الى جانب هذا اللين والرفق من ابيه كمان شيئا من الاهمال. الام كان بحس بالرحمة والرأفة بس في بعض الأحيان كمان كان بحس بالإهمال وبالقسوة. بالنسبة للأب، بالإضافة إلى اللين والرفق كمان كان يحس بالإهمال أحيانا والازورار من وقت إلى وقت. شو يعني الازورار؟ إنه كان بميل عنه، بيبتعد عنه. الازورار الابتعاد، يعني كان بيبتعد عنه من وقت إلى إيش؟ إلى وقت. إذا طه حسين تحدث لنا عن كيف إنه أفراد أسرته كانوا بيتعاملوا معه، كان بحس من، تحدث لنا عن إحساس إنه فاقد البصر فكان بيعتمد على الإحساس. كانت أمه بالرغم إنه كان بحس منها رحمة ورأفة إلا إنه في بعض الأحيان كان بحس إهمال وقسوة. كمان الأب بالإضافة إلى اللين والرفق كان بحس أيضا إنه في عنده إهمال وفي عنده بيبتعد عنه في بعض الأحيان. الإخوة كانوا بيتعاملوا معه بس إيش؟ كانوا حذرين في الاهتمام، في التعامل معه والتحدث إليه. وكان احتياط إخوته وأخواته يؤذيه، لأنه كان يجد فيه شيئا من الإشفاق مشوبا بشيء من الازدراء. الآن إيش اللي كان بيؤذي طه حسين؟ الاحتياط والحذر اللي كانوا بيتعاملوا إخوته معه. ليش كان يؤذيه؟ لأنه كان بيشوف فيه إشفاق، عطف، يجد فيه شيئا من الإشفاق، يعني في عطف بس مخلوط في نفس الوقت مخلوط بشيء من الازدراء. الازدراء اللي هو إيش؟ الاحتقار. معنى الإشفاق ومعنى مشوبا
ومعنى الازدراء، معنى الإشفاق العطف، ومعنى مشوبا مخلوطا الازدراء الاحتقار. إذا كان يؤذي طه حسين الحذر والاحتياط اللي بيعاملوه فيه إخوته، لأنه كان بشعر إنه في عطف بس مخلوط بإيش؟ بالاحتقار. الفكرة الثانية اللي راح نكتبها اللي هي إيش؟ تعامل أفراد الأسرة مع طه حسين. كيف كانوا بيتعاملوا مع يتامن؟ قلنا الأم كان في عندها رحمة ورأفة، وبالإضافة إلى الإهمال والقسوة في بعض الأحيان. الأب الرأفة والرحمة، وكمان في كان إهمال، وفي إيش؟ وفي ابتعاد. الإخوة كانوا بيعاملوه بشيء من الحذر والاحتياط، وهذا كان يؤذي طه حسين، لأنه كان يشعر بأنه فيه عطف بس مخلوط بشيء من إيش؟ بشيء من الاحتقار. خلينا نكمل. على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله، فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع، وينهضون من الأمر ما لا ينهض له، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه، وكان ذلك يحفظه، ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به، فعلم أنهم يرون ما لا يرى. الآن راح نشوف إنه شو اكتشف طه حسين. على أنه لم يلبث أن تبين سبب هذا كله، الآن هو عرف ليش أفراد الأسرة هيك بيتعاملوا معاه، وأحس أن لغيره من الناس عليه فضلا. كيف؟ يعني الناس زايدين عليه في إشي، حاس إنه في إشي مش موجود عنده موجود إيش؟ عند الناس. فقد أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، يعني إشي مش موجود عنده موجود وين؟ عند الناس. وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع، يعني في أعمال إخوته بيقدروا إنهم يقوموا فيها، وفي نفس الوقت هو ما بيستطيع القيام بها. وينهضون من الأمر ما لا ينهض له. شان ينهضون من الأمر؟ يعني يقضون من الحاجات. ينهضون بمعنى يقضون. فضلا لغيره من الناس عليه فضلا، فضلا هون بمعنى زيادة. إذا هون طه حسين بدأ يتبين سبب معاملة أفراد الأسرة له، واكتشف إنه في أعمال إخوته بيقوموا فيها وهو ما بيقدرش إنه يقوم بهاي الأعمال، وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه، يعني كانت في أشياء تمنعه من عملها، بس في نفس الوقت تأذن لإخوته وأخواته بعملها، في أشياء تحظرها عليه يعني تمنعها. تحظرها يعني تمنعه منها، يعني بتمنعه من القيام بأعمال، بينما تأذن لإخوته بالقيام بهاي إيش؟ الأعمال. الآن صار طه حسين يشك، يستنتج إنه الآن هذا كان ذلك يحفظه، يعني يغضب طه حسين. معنى يحفظه؟ يحفظه بمعنى يغضبه. ولكن لم تلبث هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق. الآن الغضب اللي عند طه حسين تحول إلى حزن صامت عميق، يعني كان دائما يظل حزين وصامت بسبب إنه بفقد إشي موجود عند الناس ومش موجود عنده، ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به. في يوم من الأيام سمع إخوته قاعدين بيوصفون إشي هو ما بيعرف عنه إشي، فعلم أنهم يرون ما لا يرى. الآن عرف إنه إخوته بشوفوا إشي هو ما بشوفه. هون اكتشف طه حسين أنه إيش؟ أنه أعمى، وأدرك سبب المعاملة الخاصة اللي بيعاملوه أفراد الأسرة بتعاملوا فيه. أدرك إنه أعمى، وشو سبب المعاملة الخاصة اللي بتعاملوا فيها معه. إذا الفكرة راح نحطها تامن ثالثة اللي هي اكتشاف طه حسين.
اكتشافه طه حسين بأنه أعمى. اكتشف سبب المعاملة الخاصة واكتشف بأنه إيش؟ بأنه أعمى. طيب خلينا نوقف لهون شوي، نستخرج بعض القواعد. كان سابع 13 من أبناء أبيه، طبعا من حرف جر، وأبناء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. الآن الهاء في أبيه، شو راح نعربها؟ ضمير اتصل مع الاسم، إذا ضمير متصل مبني في محل جر إيش؟ مضاف إليه. هذا اسم إشارة. هذا العدد الضخمي، الضخمي نعت لإيش؟ لهذا. إذا الضخمي نعت بما أنه ما قبله مجرور، إذا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. من الشباب والأطفال، الواو حرف عطف، الأطفال اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يمتاز به، يمتاز فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، هون الفاعل جاء الضمير مستتر تقديره إيش هو؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هو؟ بين إخوته وأخواته، بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يرضيه ويؤذيه، شو إعراب الهاء؟ بما أن الهاء مع الفعل يرضيه يؤذيه، إذا ضمير، إحنا قلنا الهاء دائما مع الفعل، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لا يتبين، هاي اللا حرف نفي، إذا هاي اللا نافية، الدليل أنه الفعل المضارع بعدها بقي مرفوعا. يتبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذلك اسم إشارة للبعيد لأنه ينتهي بالكاف، زي تلك وأولئك، إذا ذلك اسم إشارة للبعيد. إلا في غموض وإبهام، الواو حرف عطف وإبهام اسم معطوف، الاسم المعطوف بتبع اللي قبليه بما انه مجرور، اذا اسم معطوف مجرور وعلامة جره تنوين ايش؟ تنوين الكسر. لا يستطيع كمان لا نافية، ويستطيع فعل مضارع مرفوع. اذا شفت الفعل المضارع بعد اللا على ضمة، اذا بعرف انها لا ايش؟ لا نافية. الآن هاي همزة مد، هاي الهمزة بسميها همزة مد. ان يحكم، ان حرف نصب من حروف النصب، ويحكم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على إيش؟ على آخره. في ذلك حكما صادقا، صادقا نعت، شو صفة الحكم؟ بأنه صادق، طبعا معروف بتفعل اللي قبلي، إذا هو نعت منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. من وقت إلى وقت، طبعا هاي إيش؟ شبه جملة. الآن وين فاعل يشعر؟ يشعر الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يشعر فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ تقديره هو. لم يلبث، الآن لم حرف نفي وجزم من حروف الجزم، صح؟ معناته يلبث فعل مضارع مجزوم. أخذنا الفعل المضارع بيكون مجزوم إذا سبق بحرف من حروف الجزم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. الآن قد حرف يفيد التحقيق، وأحس فعل ماضي مبني على الفتح، أحس فعل ماضي مبني على الفتح. أن لغيره من الناس عليه فضلا، الهاء اتصلت مع حرف الجر، طبعا هون ضمير متصل، أحس أن لغيره من الناس عليه فضلا، بما أنه اتصل مع حرف الجر، إذا ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر.
إذن الهاء في عليه ضمير متصل كمان عائد على طه حسين. وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع وينهضون من الأمر ما لا ينهض له. ينهضون طبعا على وزن يفعلون، ينهض فعل مضارع، طبعا هاي من الأفعال الخمسة لأنه على وزن يفعلون، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهاي واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وأحس أن أمه تأذن لإخوته وأخواته في أشياء تحظرها عليه. تحظر فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والهاء بما إنها مع الفعل، طبعا هاء دائما مع الفعل بتكون في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. وكان ذلك يحفظه، كمان الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به عائد على طه حسين. ولكن لم تلبث، لم تلبث نفس إعراب لم يلبث، هذه الحفيظة أن استحالت إلى حزن صامت عميق. الآن استحالت فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا هون الهمزة همزة وصل، همزة وصل، واستحال فعل ماضي مبني على الفتح. كان فعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصل بتاء التأنيث الساكنة، وهاي تاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. إلى حرف جر حزن اسم مجرور عن جره تنوين الكسر وصامت عميق نعت. نعت طبعا راح يتبع اللي قبليه، نعت مجرور صفة الحزن بأنه صامت، نعت مجرور وعلامة جره تنوين إيش؟ تنوين الكسر. ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرون ما لا يرى. الآن الضمير المتصل في به لا علم له به اتصل مع حرف الجر، إذن هو ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. الهاء مع الفعل مفعول به، والهاء مع حرف الجر في محل جر بحرف الجر، ومع الاسم في محل جر ايش؟ مضاف اليه. طيب الآن يا تامن بدي منك واجب تعرب لي كان احتياطه، انسى لي الواو هاي، واجب إعراب كان احتياطه. الحصة القادمة إن شاء الله نستكمل. من صفحة 78 خلينا نكمل. كان من أول أمره طلعة لا يحفل بما يلقى من الأمر في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم، وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء، ولكن حادثة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع وملأت قلبه حياء لم يفارقه إلى الآن. كان جالسا إلى العشاء بين إخوته وأبيه، وكانت أمه كعادتها تشرف على حفلة الطعام، وكان يأكل كما يأكل الناس، ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب. ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد واحدة؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء، وإذا فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسها من الطبق المشترك ثم رفعها إلى فمه. فأما إخوته فأغرقوا في الضحك، وأما أمه فأجهشت بالبكاء، وأما أبوه فقال في صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني. وأما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته. إذن هون هاي الفقرة بتتحدث إنه طه حسين كان كثير الاطلاع والاستكشاف، يعني تامر كان بحب الاستكشاف، لكن في حادثة حصلت له حدت من ميله للاستكشاف والاستطلاع. شو هاي الحادثة؟ كان من أول أمره طلعة، معنى طلعة يعني كثير الاطلاع، طلعة بمعنى كثير الاطلاع. إذا كان طه حسين كثير الاطلاع لا يحفل بما يلقى من الأمر، لا يحفل بمعنى لا يهتم،
لا يهتم. في سبيل أن يستكشف ما لا يعلمه، يعني كان كثير الاطلاع، دائما بحب أنه يستكشف الأشياء اللي هو ما بيعرفها، وكان ذلك يكلفه كثيرا من الألم والعناء. في سبيل أنه يعرف أشياء ما بيعرفها كان ذلك بكلفه كثير من الألم والعناء. العناء بمعنى إيش؟ معنى التعب. ولكن حادثة واحدة حدت ميله إلى الاستطلاع. الآن في حادثة حصلت وضعت حد لميل طه حسين إلى إيش؟ إلى الاستطلاع. معنى حدت، وضعت حدا. راح نشوف يا تامن شو الحادثة اللي صارت وخلت طه حسين قليل الاطلاع بعد ما كان يحب انه يستكشف وانه يستطلع على اشياء هو ما بيعرفها، وملأت قلبه حياء لم يفارقه الى الان. شوف تأثير هاي الحادثة كيف عليه. خلينا نشوف. كان جالسا الى العشاء بين اخوته وابيه. في يوم من الايام كانوا جالسين الى العشاء بين الاخوة وبين الاب، وكانت امه كعادتها تشرف على حفلة الطعام. الام هي دائما اللي بتشرف على اعداد الطعام. حفلة الطعام معنى اعداد ايش؟ الطعام. وكان يأكل كما يأكل الناس. الآن طه حسين كان بأكل زي ما بأكل الناس، ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب. الآن خطر له خاطر غريب، يعني جاءت في باله فكرة. خطر جاء بباله فكرة. راح نشوف شو الفكرة اللي اجت في خاطر طه حسين. ما الذي يقع لو انه اخذ اللقمة بكلتا يديه؟ شو صار يحكي؟ يقول شو بده يصير لو انا اخذت اللقمة بايدي التنتين بدل من الايد ايش؟ بدل ان ياخذها كعادته بيد واحدة. وشو الاشي اللي بيمنعني من هذه التجربة؟ وما الذي يمنعه من هذه التجربة؟ لا شيء. الان طه حسين بده يطبق. واذا فقد اخذ اللقمة بكلتا يديه. الان حمل اللقمة بإيديه تنتين وغمسها من الطبق المشترك. غمسها بمعنى غمرها. وغمسها من الطبق المشترك يعني اللي بياكلوا منه الجميع. ثم رفعها إلى فمه. الآن شو اللي صار؟ لما حمل اللقمة بإيديه تنتين غمسها وغمرها في الطبق المشترك، لما رفعها إلى فمه شو صار موقف الأخوة؟ الأخوة أغرقوا في الضحك، صاروا يضحكوا. أما الأم فأجهشت بالبكاء، يعني صارت إيش الأم؟ صارت تبكي. أجهشت بالبكاء يعني بدأت بإيش؟ بدأت بالبكاء. أما أبوه فقال في صوت هادئ حزين: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بني. إذن لما عمل الفكرة اللي أجت في باله، أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل من اليد الواحدة، الآن الأخوة صاروا يضحكوا، الأم بدأت في البكاء، والأب شو حكاله؟ الأب كان هادئ وحزين وحكاله: ما هكذا تؤخذ اللقمة يا بنية. الآن طه حسين شو اللي صار معه؟ أما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته، يعني من شدة الحزن ما عرف إنه إيش كيف يقضي ليلته، قضى ليلته حزينا. إذا الفكرة اللي موجودة هون إنه طه حسين كان كثير الاطلاع والاستكشاف، إلا أنه حادثة المائدة حدت من ميله إلى الاستطلاع. أثر حادثة المائدة على طه حسين فقد حدت من ميله إلى الاستطلاع بعد أن كان شديد إيش؟ شديد الاطلاع والاستكشاف. هاي الفكرة إيش؟ هاي الفكرة الرابعة. من ذلك الوقت تقيدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء لا حد له.
الآن من ذلك الوقت اللي هو وقت إيش؟ حادثة المائدة. المقصود فيه من ذلك الوقت اللي هو اللي صارت فيه حادثة إيش؟ المائدة. شو اللي تغير عطاها حسين يا تامن؟ من ذلك الوقت تقيدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء. يعني كان حركاته دائما مقيدة بشيء من إيش؟ من الرزانة. الرزانة اللي هي إيش؟ الهدوء. الرزانة بمعنى الهدوء. أصبحت حركاته مقيدة بالهدوء والإشفاق، العطف والحياء لا حد له. ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية. الآن من وقت حادثة المائدة صار عنده إرادة إيش؟ صار عند طه حسين إرادة قوية. ومن ذلك الوقت حرم على نفسه ألوانا من الطعام، ألوان أصناف. يعني في أصناف الطعام حرمها على نفسه بسبب حادثة إيش؟ المائدة. حرم على نفسه أصناف من الطعام لم تبح له إلا بعد أن جاوز 25. يعني هاي أصناف الطعام ما قدر يتناولها إلا لما تجاوز إيش؟ 25. حرم على نفسه، طبعا هاي الأصناف كلها اللي بتؤكل بالملاعق. حرم على نفسه الحساء والأرز وكل الأصناف التي تؤكل بالملاعق. أي صنف بتاكل في الملاعق حرم على نفسه. ليش طب يا تامن؟ بسبب حادثة إيش؟ المائدة. يعني خاف إنه يستهزئ منه الناس وصار عنده حياء، لأنه كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة. الآن هو عارف حاله إنه ما بيقدر يستعمل الملعقة، وخاف إنه يصير معه زي حادثة المائدة ويضحك منه إيش؟ الإخوة، أو تبكي الأم، أو يعلمه أبوه في هدوء إيش؟ في هدوء حزين. إذا طه حسين من وقت حادثة المائدة أصبحت حركاته مقيدة بالهدوء وصار عنده حياء، إلا أنه صار عنده إرادة إيش؟ إرادة قوية. الآن عاهد نفسه أنه جميع ألوان الطعام تحتاج إلى الملاعق أنه يبتعد عنها. شو السبب؟ لأنه ما بده يتعرض إلى إيش؟ إلى الاستهزاء من إخوته يضحكوا منه، أو بكاء الأم، أو تعليم الأب في هدوء إيش؟ في هدوء حزين. هو عارف حاله أنه ما بحسن استعمال الملعقة، لأنه كان يعرف أنه لا يحسن اصطناع الملعقة. اصطناع يعني استعمال. لأنه ما بيعرف إنه يستعمل إيش؟ الملعقة، فما بده يتعرض للسخرية من الإخوة. وكان يكره أن يضحك إخوته أو تبكي أمه أو يعلمه أبوه في هدوء حزين. فحكى خلص أنا راح أحرم هاي ألوان الطعام اللي بدها استعمال ملعقة إيش؟ على نفسي. ثم حرم على نفسه من ألوان اللعب والعبث كل شيء. كمان أصناف اللعب والعبث حرمها على نفسه، إلا ما لا يكلفه عناء ولا يعرضه للضحك والإشفاق. كمان أي إشي بيعرضه للسخرية وللعطف حرمه على نفسه، سواء كان ألوان الطعام أو ألوان إيش؟ اللعب. كمان حرم على نفسه كل ألوان اللعب والعبث إلا ما لا يكلفه عناء، إلا الإشي السهل اللي ما بيكلفه تعب وما بيعرضه لسخرية إيش؟ الآخرين أو عطف الآخرين، ولا يعرضه للضحك والإشفاق. معنى الإشفاق اللي هو إيش؟ اللي هو العطف. إذن هون شفنا كيف يتامن تأثير حادثة المائدة على طه حسين، إنه صار يتجنب أي موقف بعرضه للضحك أو إيش؟ أو للعطف. الآن وانصرافه هذا عن العبث حبب إليه لونا من ألوان اللهو. الآن بسبب انصرافه عن العبث وعن اللهو واللعب، الآن صار في إشي محبب عنده، حبب إليه لونا من ألوان اللهو. صنفا هو الاستماع إلى القصص والأحاديث. الآن صار يتقن طه حسين حسن الاستماع. طبعا حادثة المائدة بالرغم من أنه كان لها سلبيات، إلا أنه كان لها إيجابيات، أنه خلت طه حسين يتقن فن حسن إيش؟ الاستماع. صار يستمع إلى القصص والأحاديث.
فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر أو حديث الرجال إلى أبيه والنساء إلى أمه، ومن هنا تعلم حسن الاستماع. وعلى هذا النحو حفظ صاحبنا كثيرا من الأغاني وكثيرا من جد القصص وهزله، وحفظ شيئا آخر لم تكن بينه وبين هذا كله صلة، وهي الأوراد التي كان يتلوها جده الضرير إذا أصبح أو أمسى. إذن حادثة المائدة غيرت من حياة طه حسين بعد ما حرم على نفسه ألوان الطعام وألوان العبث واللهو والطرد والسخرية والإشفاق. الآن بسبب هذا كله تعلم، انصرف إلى لون آخر من ألوان اللهو اللي هو إيش؟ حسن الاستماع. فصار طه حسين يستمع إلى القصص والأحاديث، كان أحب إشي عنده يستمع إلى إنشاد الشاعر أو حديث الرجال إلى أبيه أو النساء إلى أمه. الآن هون تدريجيا تعلم، صار عنده، صار نتقن فن إيش؟ فن الاستماع. الآن حفظ كثير من الأغاني والقصص، جد القصص وهزله. الآن حفظ كمان إشي آخر ما له صلة بهاي الأشياء اللي هو إيش؟ الأوراد. الأوراد اللي بتلوها جده الأعمى إذا أصبح وإذا إيش؟ وإذا أمسى. شو يعني الأوراد؟ الأوراد هي جمع ورد، وهو جزء من القرآن أو الذكر يتلوه المسلم. الأوراد اللي هي إيش؟ الأذكار. الأوراد يا تامر بمعنى إيش؟ معنى الأذكار. جده الضرير معنى الضرير الأعمى. الضرير بمعنى إيش؟ معنى الأعمى. إذا طه حسين أتقن في النهاية فن حسن الاستماع، استمع إلى القصص واستمع، كان يحب الاستماع إلى إنشاد الشاعر وإلى حديث الرجال إلى أبيه والنساء إلى أمه. الآن صار يستمع إلى كثير من الحفظ كثير من الأغاني والقصص. الآن أتقن فن آخر ما له صلة بالقصص وبالأغاني اللي هو إيش؟ الأوراد. كيف تعلم الأوراد هاي اللي بتلوها جده الأعمى إذا أصبح وإذا إيش وإذا أمسى؟ الأوراد اللي هي إيش؟ الأذكار. إذا الفكرة الأخيرة راح نحطها اللي هي الفكرة الثامنة، رقم إيش؟ رقم 3، إتقان طه حسين إلى فن إيش؟ حسن الاستماع. إتقان طه حسين فن حسن الاستماع. إتقان طه حسين لحسن الاستماع. هيك نكون أنهينا الدرس. خلينا نستخرج بعض القواعد. الآن لا يحفلوا، طبعا هاي لا نافية، الدليل فعل المضارع بعدها مرفوع، فعل مضارع مرفوع عم ترفع الضمة. أن يستكشف، أن حرف نصب، ويستكشف فعل مضارع منصوب وعم تنصب الفتحة الظاهرة على آخره. ذلك اسم إشارة للبعيد، أي اسم إشارة ينتهي بكاف للبعيد. يكلفه كثيرا من الألم والعناء. الهاء ضمير متصل عائد على طه حسين، بما أنه مع الفعل حكينا لكم دائما هاء مع الفعل ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. حدت، حد حكينا لكم الفعل الماضي إذا اتصل مع تاء التأنيث الساكنة يبنى على الفتح. حد فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من إيش؟ من الإعراب. إلى الاستطلاع شبه جملة. وملأت قلبه حياء، كمان ملأ فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من إيش؟ من الإعراب. الآن الهمزة في الآن همزة مد. لم يفارقه. الآن هون في عندي لم حرف نفي وجزم، طبعا ما انه الفعل المضارع سبق بحرف جزم، اذا يفارق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون.
إذا يفارق فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب إيش؟ في محل نصب مفعول به، لأنها مع الفعل. تشرف، تشرف فعل مضارع مرفوع لأنه له مسبق مناصب وإعراب جازم مع رفعه الضمة. أخذنا أنه الفاعل ممكن يجي ضمير مستتر، صح يا تامن؟ في القواعد الفاعل ضمير مستتر تقديره إيش هي؟ صورة الفاعل جاء هون إيش؟ ضمير مستتر. على حفلة الطعام، حفلة ماذا؟ الطعام. إذا الطعام يضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وكان يأكل كما يأكل الناس، يأكل الناس، الناس إيش؟ فاعل مرفوع عم ترفع الضمة، هون صورة الفاعل جاء اسم ظاهر. ولكن لأمر ما خطر له خاطر غريب، ما الذي يقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته بيد؟ هون أسلوب إيش؟ أسلوب استفهام. أخذ اللقمة، أخذ هو اللقمة، اللقمة مفعول به منصوبة نصبه الفتحة. أجهشت، أجهش فعل ماضي مبني على الفتح، وتاء التانيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. بالبكاء شبه جملة، الباء حرف جر والبكاء اسم مجرور على جره الكسرة. فقال في صوت هادئ حزين، شو صفة الصوت؟ بأنه هادئ حزين، طبعا نعت، النعت بتبع اللي قبليه، في حرف جر، صوت اسم مجرور على جره تنوين الكسر، إذا هو نعت مجرور وعلى مجره تنوين الكسر. لم يعرف، لم حرف نفي وجزم، ويعرف لأنه سبق بجازم، إذن هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. عرف فعل ماضي مبني على الفتح. حرم فعل ماضي مبني على الفتح، طبعا فاعل مصدر تقديره هو. وكل الألوان، طبعا بعد كل حكينا لكم مضاف إليه، إذا الألوان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. التي اسم موصول، لا يحسن، هاي لا إيش كمان؟ إذا الفعل المضارع مرفوع بالضمة إذا هي لا نافية، ويحسن فعل مضارع مرفوع عم ترفع الضمة الظاهرة على إيش؟ على آخره. طيب الآن اللي بدي إياه منك يا تامن من الفقرة الأخيرة، الجملة راح أحط تحتها خط تعرب لي إياها. تعلم حسن الاستماع واجب إعراب، اعرب لي إياها. وراح تعرب لي يتلوها جده، هاي كمان ايش؟ اعراب. ماشي، اذا الواجب تعلم حسن الاستماع ويتلوها جده، طبعا كله اخذناه. ماشي، بدي تعرف لي هدول ايش؟ هدول الجملتين، واعرب لي اياه وبعث لي اياه تامن عشان اشوف صح اجابتك او ايش او خاطئة. ويعطيكم العافية.